أنك ترفض الزواج من امرأة مرت بعلاقات جسدية قبلك. أول شيء أنت قايل هذا التصريح مظبوط؟ لا. قلت في سمر والرجال أرفض إيه؟ أن ترتبط بامرأة كان عندها علاقات قبلك أنت. أرفض. ترفضها. أنت مش عامل علاقات؟ أنا؟ ما مريت بعلاقات جسدية؟ الصوت بيقطع. زبط إرسالك، تعال جهدي. أنت ما مريت بعلاقات؟ لا. بعلاقات جسدية؟ لا عمري. بعدك عذراء؟ بعدي عذراء. ولكن؟ لا أنا جدي. جد أنا جد برج الجدي معروف عنه إن أنت عذراء والشعر الأسود. لا بجد مش من هزر والشعر الأبيض. ليش واحد يتخبى وراء أصبعه عن جد؟ ليه ما ممكن نتعلم نكون متصارحين مع حالنا؟ متصارحين في إيه؟ متصارحين مع حقنه. أنت شاب عمرو يوسف لهلأ ما عنده أي علاقة جنسية مع أي امرأة لغاية اليوم؟ مين بيسأل؟ انت هيدا تصريح لإلك سابق. انا لا، هي سالتني سؤال واضح. ايه قالت لي هتتجوز واحده كان ليها علاقات قبل كده؟ قلت لها لا ما انا عم برجع انا عم بسال. انا بقى علي علاقات؟ ماليش علاقات، دي حاجه بتاعتي، دي حاجه تخصني. لا ما انت لما انت بتسمح لحالك. ليش الرجل بيسمح لحاله قصص بمجتمعاتنا الشرقيه ما بيسمح لامراه؟ متخلف الشرقي، الرجل الشرقي متخلف. يعني انت متخلف؟ اكيد. مش انا شرقي؟ تعترف انك رجل متخلف؟ بعترف ان انا رجل شرقي وفخور. بس انه الرجل الشرقي لما عم بيدخل بعلاقه حتى لو كانت نتيجه حب مع امراه كمان عم بيكون هو كمان مساعد هذه المراه. لا بصي، لا بلاش التفاصيل النقطه دي. لا مش النقطه دي، التفاصيل دي حاجه تانية. ان واحد يقيم علاقه مع واحده لانه بيحبها وهي بتحبه وما الى ذلك، وبعدين يخلى بيها زي ما بيقولوا، لا دي نداله، دي ملهاش علاقه، ملهاش دعوه بالشرقيه والكلام ده خالص. لا انا بكلمك ان الرجل الشرقي عامه، ودي معروفه، دماغه يعني معروفه وناشفه ومختلفه شويه، وبيبقى في حاجات شايف ان هو بيسمح بيها لنفسه وما بيسمحش بيها لغيره. دي موجوده عندنا. طب حتى لو هذه المراه اللي انت بتحبها وهي راحت معك في هذه العلاقه، بتسيبها عشان صارت العلاقه انت وياها؟ مالكيش دعوه. لا الي دعوه. مالكيش دعوه. بدي احصل حقوق الستات. ممنوع يحصل. انا اكتر واحد عايز ادي الست حقها. لكن كيف تديها؟ اوعي تقولي ان انا ضد المراه، بالعكس انا اعتبريني فيمينست من الناس اللي هم يعني مع حقوق المراه. انا بحب ان المراه تاخد حقها. هذا كلام ذكوري، بدك تقنعني اللي عم تقوله كلام رجل. يعني عم انا راجل، انا راجل مصري، ابويا مصري، اتربيت في مصر وعشت في مصر. طب بنت غلطت مع شاب بتحبه يا ستي، تعمل ايه؟ سيبها يعني. انا ماليش دعوه بقى، كلميني عن الناس ما تكلميش عن نفسي دلوقتي. انا عم بحكيك عنك انت. اتفضلي. بنت كانت معك بعلاقه وحبتك وانغرمت فيك وراحت بعلاقتها معك للاخر، سيبها عشان صار فيها العلاقه؟ لا مش هسيبها، هتجوزها. ولو كانت بغلطه قبلك انت، غلطه حصلت لسبب او لاخر، هو يتجوزها. طلع ندل. ماليش دعوه. تابت. انا مش ندل، انا بتكلم عن نفسي. ثابت. ربنا كريم. ما بتسامحها؟ انا مالي، ربنا اللي بيسامح مش انا. اذا انت حبيتها. انت سالتيني سؤال وانا جاوبتك دلوقتي. اذا ما بتسامحها. يا رغد، انت سالتيني سؤال وانا جاوبتك. خلاص انا جاوبتك. نظلمها يعني؟ نحن نساعد انه يا ستي نظلم مين؟ نظلم انت هتلبسيني قضيه وانا قاعد. اللي غلطت وتابت. خلاص ربنا يسامحها يا رغد. بس انت ما بتتجوزهاش. رب يا ستي ما قابلتهاش. لو قابلتها الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، ما قابلتهاش لسه. لا بدا اعاده تفكير منك بهالحاله. ليه؟ عندك عروسه غلطت قبل كده؟ مش عندي عروسه. انا في دماغي غلطان بقصص معينه، هيدي لازم نتكلم فيها بعد الحلقه. حاضر.